ومع بدء حظر تجول الجزيء بدأ المواطنون بالتوافد على الأسواق للتزود بالمؤاني والسلع الغذائية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. ولتفاصيل أكثر معنا مراسلة قناة المملكة من العاصمة عمان عنود رشيدات. أهلا بك عنود. عنود، يعني نتحدث عن قرب شهر رمضان المبارك، كيف هي الحركة يعني الشرائية للمواطنين والإقبال على الأسواق؟ تفاصيل معك، تفضلي. نعم حسين، يعني بعد يومين من تنفيذ قرار حظر التجول الشامل عادت الأمور إلى طبيعتها المعتادة هنا في شوارع العاصمة عمان، حالها كحال باقي محافظات المملكة، حيث ومنذ ساعات الصباح الباكر تشهد الشوارع حركة نشطة للمواطنين الذين يتوجهون صغارا وكبارا إلى الأسواق التجارية سيرا على الأقدام لشراء ما يحتاجونه، مستغلين رياضة المشي لتحريك أجسادهم وشراء حاجياتهم بعد فترة حظر التجول الشامل. يعني الأسواق التجارية المصرح لها بالعمل والتي ستعاود فتح أبوابها من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء كالمعتاد تشهد الآن حركة نقول ربما هي اعتيادية وضمن الحدود الطبيعية للمواطنين الذين يتهافتون عليها لشراء ما يحتاجونه من المواد والسلع الغذائية، ربما تجهيزا لدخول الشهر الكريم مطلع الأسبوع القادم. يعني المركبات أيضا على الطرقات هي لها حركة اعتيادية، حيث المركبات التي يملك أصحابها تصاريح إلكترونية وتقتضي طبيعة عملهم ذلك يتجولون عبر هذه الطرقات، وهناك انتشار أيضا كبير للأجهزة الأمنية التي تقوم بمتابعة مجريات الأمور على أرض الواقع، كما تقوم بمعاينة التصاريح الإلكترونية للمركبات التي تتجول عبر الطرقات. يعني خلال فترة تنفيذ قرار حظر التجول الشامل سجل في العاصمة عمان نسبة التزام كبير من قبل المواطنين الذين تقيدوا وانصاعوا يعني لأوامر وتعليمات قرار حظر التجول الشامل، حيث يعني أكد محافظ العاصمة سعد شهاب للمملكة بأنه خلال اليومين الماضيين وخلال تنفيذ قرار حظر التجول الشامل سجل يعني أكثر من 200 مخالفة لأشخاص قاموا بمخالفة أوامر وتعليمات حظر التجول الشامل، بالإضافة إلى حجز 21 مركبة خالف أصحابها أوامر وتعليمات حظر التجول الشامل، نقل هذه المركبات فيما بعد إلى الساحات الحجز المخصصة في منطقتي السواقة والموقر. يعني في هذه الأثناء الأمور تعود إلى طبيعتها المعتادة، المواطنون يتوجهون إلى المحال التجارية لشراء ما يحتاجونه من المواد والسلع الغذائية سيرا على الأقدام. نعم، إذن مراسلة قناة المملكة عنود رشيدات، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.